قرأت إبراهيم الخليل يعني فتحت في رمضان السابق، يعني ما عندناش لا مدة الفتح لا تتجاوز 9 أشهر، يعني وتضم هذه المقرأة أزيد من 60 طفل وامرأة، يعني الأفواج مقسمة، عندنا أفواج أقل من 6 سنوات، وفوج من 6 سنوات ل10 سنوات، وفوج من 10 سنوات ل20 سنة، والفوج الرابع يعني ما فوق 20 سنة نساء. يعني فيها برنامج مكثف من حفظ القرآن ودروس أحكام وأحاديث نبوية وأسماء الله الحسنى، يعني أدعية. المغزى العام يعني المقرأة عامة مركزين أكثر على تربية الطفل يعني بالقرآن، يعني مانيش نحاول أنه باش يكون الحفظ أكثر، نحاولوا أنه يتخلقوا بالقرآن، يعني تكون مميزات هذا الطفل خاصة، خصوصا الأطفال يعني هما اللي رانا مركزين معاهم على أنه يكون يتربى بالقرآن، الشيء اللي يحفظه يطبقه. يعني عندنا تطبيقات أسبوعية، كل ما يحفظوا يعني يحفظوا سورة أو ثمن أو كل واحد وكيفاش يطبق، يعني يدي مغزى من هذه الصورة ولا من هذاك الثمن ويطبقه في هذاك الأسبوع، ويعني كل أسبوع تزيد المقرأة. يعني تضم منش غير أنا فيها، هنا كاين معلمات أخريات، يعني بمشاركة المعلمات بما فيهم معلمتين ربي يبارك فيهم وربي يجازيهم، يعني كل هذه المعلمات متطوعات فقط في سبيل الله، يعني المقرأة مسيرة فقط تطوعي، يعني الباقي كلهم المبادرات المحسنين. نشكر هاد المحسنين بهاد يعني في هاد الفرصة، نشكر هاد المحسنين كل اللي راهم مشاركين ومساهمين في هاد المقرأة، يعني من قريب أو من بعيد. نظمت مقرأة إبراهيم الخليل في كل عطلة دورة برارة للحفظ المكثف في طبعتها الثانية، الطبعة الأولى درناها في عطلة الصيف وفي عطلة الخريف هذه الطبعة الثانية، وإن شاء الله في كل عطلة عندنا دورة فيها مراجعة الحفظ القديم ويزيدوا يكثفوا الحفظ، يعني دورة مغلقة. من بعد كل دورة فيها مسابقة وفيها تكريم للأطفال. تسجيلات مغلقة، يعني أنا كل مرة نفتح التسجيلات حيثما يتوفر المكان والمعلمات باش يعاونونا ويدرسوا معنا. حاليا تسجيلات مغلقة، إلى لقاء آخر إن شاء الله غادي تكون التسجيلات مفتوحة للأطفال. نبدأ بالشكر تاعي للأساتذة تاعي اللي قراوني القرآن وعلموني بزاف صوالح في مجال القرآن والتدريس، كذلك أن كي نقرأ القرآن حنا نقروا الأطفال اللي صغار منا ونعاونوهم في المجال اليومي تاعنا، تعلمنا بزاف أن القرآن يربينا ويعلمنا على صوالح بزاف وينظم لنا أوقاتنا ويستقيمنا في الحياة تاعنا. من هذا المنبر نشكر كل المساعدين اللي ساهموا في بناء المقرأة تاعنا وازدهارها، ونشكر الأساتذة تاعنا وندعو لهم أن ربي يوفقهم في حياتهم ويوفقهم في المجالات تاعهم. والشكر الخاص لوالديا اللي راهم يساهمين ومعاونيني أنه نكمل في دراسة القرآن وفي دراسة اليومية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اسمي بني محمد ياسين المخارط في مقرأة إبراهيم الخليل وأنا أحفظ لي سورة البقرة كاملة وأشكر أستاذتي سامية وأستاذتي رفيدة على هذه الدورة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برعاية إيمو براو، قاع نبراو.